أعتقد بأن الدورة الاستثنائية عالجت واحد النقطة مهمة، هي وضع رهن إشارة شركة سونارجيس، هي الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الرياضية. وبالفعل احنا كمدينة ديال الدار البيضاء بعد ما وضعنا رهن إشارة مركب محمد الخامس كنوضعوا رهن إشارة هذه المرة مركب العربي الزاولي، نظرا لأن المغرب عنده تحديات كبرى، هي كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ومدينة الدار البيضاء معنية بهذه الأحداث الوطنية الرياضية الكبرى، ولا بد من 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 تأهيل ديال هذه المركبات. مركب محمد الخامس راه خدامة فيه الأشغال على قدم وساق، المركب العربي الزاولي راه بدات فيه الأشغال دابا، إن شاء الله غنشوف واحد المقابلة ديال كرة القدم النسوية النهاية ديال الدوري اللي غتجمع ما بين الوداد البيضاوي والنصر الرياضي. اللي تر التداول بزاف والنقاش بزاف هو المحيط ديال هذا المركب، المحيط ديالو خصو تا واحد التاهيل، خصو واحد لاميزا نيفو، خصو تا هو يكون في واحد المستوى، لان مركب العربي الزاولي غيكون قبله للمجموعه من التظاهرات الوطنيه والقاريه والدوليه، وغتجي قنوات اعلاميه خارج ارض الوطن وكذلك القنوات الاعلاميه داخل ارض الوطن. دونك خصنا حنا تكون عندنا واحد هذه المعلمه الرياضيه اللي كتارخ لواحد المؤسس وواحد ديال الطاس والاتحاد البيضاوي والحي المحمدي، وكل عوامل كتجعل منا بان خصنا نكتفوا الجهود ونسقوا باش ناهلوا هذا المحيط ديال هذا المنطقه ديال هذا المركب اللي يعرف تغييرات وتحولات واصلاحات كبرى. حنا كنقولوا المحيط ديال المركب حتى هو خصو تاخذ بعض بعين الاعتبار، لان دابا المركب ولا في واحد الحله جديده، والمحيط ديالو لي زاكسي ديالو المداخل ديالو خص تكون هي في المستوى اناره عموميه في المستوى العالي، تهيئه الجوانب سميتو المجال الاخضر المجال البيئي. دونك خصنا تكون هذا المركب لانه يحجو بزاف ديال الزوار، الجمهور ديال الدراجة ولا ديال الوداد ولا ديال الطاس ولا الجمهور البيضاوي بصفة عامة، والجمهور الجمهور المغربي بصفة عامة والجمهور البيضاوي بصفة خاصة. خاص هاد الجوهرة تكون في المستوى العالي من جميع الجوانب ديالها.